I just wanted to confirm my participation in the Guna Film Festival this year. السنة دي هيكون في ورش عمل أيضا وحلقات نقاشية معنية بصناعة السينما بس أيضا الجسر الجونة الثقافي معني بصناعات مكملة وصناعات أخرى لصناعة السينما وهو مثلا أنه يصعب أنك دلوقتي تفصل السينما عن التلفزيون أو عن الميديا بشكل كبير. فبت...